فراغ. حالة اجتماعية أخرى في برنامج عندي ما نقول لك، ويقول القائل الناس تجي لهنا علاش؟ طو حالة اجتماعية كيما المرأة هذيا مشات للمعتمد، وصلت للوالي، وصلت للوزير، وصلت ومشيت وعملت 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 وما لقات حتى شيء. في الاخر اخر كرتوشة عندها شنو؟ تجي لهنا مش تفضح الناس مسكين. فماشي حل؟ نوليو شي احنا في بلاصة الوزارات ولا المعتمديات؟ انا هنا مش معتمدية، راه عندي ما نقول لك ما هوش معتمدية، ما هوش مكتب معتمد ولا مكتب والي. اما تلقاني ملزوز في بعض الاحيان باش نعاون الناس. كيفاش نجم نعاون الناس؟ يلي تتفرجوا هاو قدامكم وتو تشوفوا كيفاش مأساة اجتماعية كيما هكا بالحق بلمسة بسيطة بتدخل عاجل من مصالح مختصة في أجهزة الدولة تتحل مشاكل الناس. بربي حتى الناس اللي انتخبناهم ولا اللي انتخبتوهم، هاي ورشة عمل، هذا ورشات عمل، مش يتعدى الحالة في برنامج عندي ما أقولك تمشي في الريح، ما يكلمني حد من بعد وما يقول لي حتى واحد يجا نحلولها مشكلتها ولا كذا. كلمونا بجاه ربي، أرو كان ما تكلموناش العيب فيكم انتم مش فينا احنا. أنا على الأقل نخدم في خدمتي، هاي خدمتي منشط برنامج اجتماعي، نجي نحاول نحل مشاكل الناس ونعرض مشاكل. أما انتم اللي مسؤولين على مشاكل الناس اتحركوا شوية بجاه ربي، بجاه ربي تحرك شويه. راي العباد فلقطت، راي العباد فدت، راه ما عادش عندها حتى جرام الفس. يلا نستقبلوا مع بعضنا منى. هاي منى بسرعه، منى بسرعه بسرعه بسرعه. مرحبا بك منى. عاشك سعد. مرحبا لك، تفضل. هاي منى. مرحبا بك منى. عاشك سعد. مرحبا بك لالا منى. عاشك. قديش عمرك؟ عمري 30. منين جيتنا؟ حيهلال. من حيهلال؟ صفا الجو في حيهلال ولا؟ الحمد لله، واحد ديما يقول الحمد لله. اي الحي لاباس، تحسنتش اموره شويه؟ هو كياسات الضو، فما الضو، فما الضو، فما كياسات مريقله، كيس الطريق الحزاميه الاخرى مريقله. الحمد لله موجود صفا. كل شيء الحمد لله. لاباس لاباس شويه ولا مازلت تعبه شويه؟ هكاك فما في كل بلاصه، فما لازم فما تعب ان شاء الله. على الله وكاو. يلا حتى تعرفوا على حكايتك اكثر مباشره تشاهد معنا هذا التقرير. طب والد متوفي في ظروف غامضه، فقر وخصاصه العائله كبيره العدد، واللي يزيد يوجع اكثر فقدان السند العائلي والاقارب وقت الحاجه. هكا تحكي منى قصتها وبكلها دموع والم على الوضع القاسي اللي تعيش فيه هي وعائلتها. تقوم الصباح بكري هي واخواتها باش يلقطوا دبابز نهار كامل يبيعوهم باش يلقاو ما ياكلوا. منى ما استعرضتش من الفقر والخصاصه وكانت راضيه باللي موجود. طلباتها كانت بسيطه، طالبه من عائله ابوها يسالوا عليها، يتفكروها، يحنوا ويكونوا موجودين. منى مش حابه تقطع صله الرحم. الليله جات منى لعندي ما نقولك مستدعيه عمتها، تحب تقولها ماني الا بنت خوك، الدنيا قاسيه علينا، ما تزيدش تقسى انت. احكي لي الحكايه من الاول، شبيك الساعه؟ احنا كنا نعيش في دار مماتي ام بابا. اي فهمتني. معناها دار طايحه شويه، معناها مش كل البنيه، معناها فهمتني. اي شكيت عليها امي وكل شيء. بوكوين بابا متوفي، مزك توفى بابا. اي ليلى محمد رسول الله مي بابا حي. شكيت امي على تحسين مسكن وكل شيء، هما زوز بيتات عندي، عمتي مش معاها. دار ملك شكون؟ نعم دار نتاع شكون؟ درجة دي بو بابا. بوبو كي عندنا فيها زوز بيتات وكوجينة وتواليت، عمتي ماخذة الكوجينة وبيت، وأمي طيب تحت الدروش باهي ماخذين بيت قاسمي قاسمين. خاطر احنا ما عندناش باش نعملوا كوجينة، طيبة كانت معناها في تحت الدروش. هي. وعمتي ماخذة بيت وكوجينة. متفاهمين فهمتني. تربينا فيهم ثلاثة بنات ثلاثة أولاد، عشنا فيها والحمد لله. ما معناها صحيح ضيقة معناها بنات وولاد ضيقين في نفس البيت. كبرتوا فيها الحمد لله فهمتني. انت هيك الظروف هذيك هي الظروف. يا اخي مش وحدك في الظروف هذه، بيناتنا يا منى مش كان انتم عايشين في بيت واحدة. الحمد لله قدرتي عليه. ليه الحمد لله كبرت أنا فيها وهاني عرست فيها. انا واحد من الناس، احنا ستة اولاد عشنا في زوز بيوت انا وامي وبابا حياتنا كامل. شو تقول لي؟ ما عمره ما كان عيب راهو الفقر. ولا ما فقر كان فخر المخ، الانسان يبدا فقير في مخه. هذاك مش مساله فلوس، راهي ماهيش مساله فلوس. ولا
فهمتني؟ الدنيا هذه ما عمرها ما كانت كبرت فلوس. كبرت وقريت ووصلت ولا؟ ما نكذبش عليك، الفقر ما نجمناش نكملوا قرايتنا وكل شيء. عندي خويا بطل من الابتدائي، خرج يعاون في بابا، تضرب في الثورة برصاصة في كتفه. اي لاباس توا؟ توفى. توفى وقتاش؟ لا ما توفاش في الثورة، تضرب برصاصة، هزيناه للسبيطار. تضرب في رصاصة واش قاعد يعمل وقتها؟ في الكيس. في الكيس بالظاهر. يعتبر من شهداء الثورة ولا؟ تعتبر من شهداء الثورة. صار تعويض ولا؟ صار تعويض مرتين، خذا 3 ملايين. شو 3 ملايين؟ 3 ملايين. أكاهو؟ أكاهو. خلينا نكمل لك الحكاية ساعة علاء. هزيناه للسبيطار على كرصاصة، قالوا لنا أخطاء طبية هذا. هزيناه، قالوا لنا راهي الرصاصة خرجت. دخلت منا خرجت من هنا. هي الرصاصة بقات في بدنه الدور اللي نتكون له مرض خايب. إيه كيفاش الطب يا اخي رصاصة يقولوكم خرجت وفي الراديو خرجت وانتم تقولوا موجودة؟ موجودة. هات نفسر لك سي علاء. خويا تنفخ في بينا سهز صحته وهو مرض تكون له ماء. فهمتني؟ الماء هذاك كي احنا هزيناه للسبيطار احنا كيفاش شلقنا به مرض؟ نفخت ساقيه جملة واحدة تنفخ بدنه معناها. هزيناه للسبيطار أريانا. لا هزينا استغفر الله، هزينا للأورجونس، بعثونا للسبيطار أريان بالأمبيلونس. رقدوه غاديك كان جمعة بعد جمعة ينحيوا له الماء، مشي ويزيد الماء. تتعكر حالته ولا نهار بعد نهار، تعب بالكدا بالكدا يا خويا ذاك. فهمتني؟ من بعد بعثوه للسبيطار عز عثمان، كمل الأيامات وغاديك عملوا له أقوى زريقة كل شيء. هزيت تصاور معناها حبيت نمشي لهسي عبد الرزاق، ما عرفتش معناها مشيت لقالوا لي يسكن في باب جديد، مشيت غاديك. مشيت لداره في عبد الباب الجديد؟ كيفاش طلعت داره؟ مشيت غاديك نسأله صورت خويا وكل شيء وقت اللي هو راقد، قالوا لي فما أمل أنه يتداوى لبرا. شكون اللي قال لك عنده عمل الطب؟ الطب في سبيطار أريانا قال لي فما معناها امكانيات غاديك كونه تنجموا تنقذوه. عندوش كناه ما عندوش حاجه؟ لا لا. خرج البر. كان يخدم في مارشي الجرو مع بابا، معناها يهبط في السلعه مع بابا. هزيت تصاور، صور جبت له مصور صورته في السبيطار، هزيت تصاور لسي عبد الرزاق. اش قال لك عبد الرزاق؟ سي عبد الرزاق قالوا لي نق انا تجي كل يوم يوميا من الهواء ريق. هاك جيت لي انا تو كان مكتوب ربي. يا بنتي عند ولا عند رزوقه كيف كيف؟ لا انا حبيت وقتها انا كي مشيت لسي عبد الرزاق حبيت ما يمشيش على حكايه الدار، مشيت حبيت نمنع خويا. منعوا صحيح. فهمتني؟ خاطر مقتنعه بالفقر وعادي معناها مستورين والحمد لله عايشين كيما اي ناس والحمد لله. فهمتني؟ مشيت حبيت نمنع خويا انا وقتها، مشيتش على حكايه الفقر ولا بشي يسهل لنا وضعيتنا. مشيت توفى اخوك الله يرحمه. توفى خويا. باش صار توفى خويا، تعبت امي بالكدا بالكدا. امي على فكره عاملين لها شيء سحر، امي ما يلزمهاش تقعد برشا في الدار، عاملين لها مده معينه تقعد ومن بعد تجيها معناها فتره تهرب. تهرب ايه؟ تهرب تخرج للصبخه تبدا تدور وحدها وواحد. هزيناها بعد وفاه خوك. اي بعد وفاه خوك تاثرت نفسيتها من قبل. هي وفاه خويا كانت تعدي امي. خاطر ملي عرس بها بابا معناها ديما ما تحبش تقعد في الدار. عندها مشكل معناتها. فهمتني؟ هزيناها للسبيطار الرازي، عدت غاديكا يا اخي رقدت. رقدت شهرين هكاكا يخضروا فيها كل شيء، ما تعرفناش كي نمشيو غاديكا معناها. نقعدوا بحذاها من بعد نروحوا خرجها. شو المشكله بالضبط منى؟ سهلة المشكله توا معناها امي مريضه عندها كيست، كيست كبيره يشفي. في بدنها لازمته عمليه ارجون. ربي يشفي. باش ما عندناش كرني. ما فما كرني الابيض. قال لك حتى اللي تخرج لجنه. لا مش لجنه، ما يعطيها المعتمد تستظهر بشده فقر. ورقه اعطانا ورقه المعتمد هزيت عديت بها لامي. اي على الاقل عديت بها لامي عملت بها تحاليل. لا بالفلوس نعمل لها التحاليل عباره الكرني. الورقه هذيك عباره كرني سي علي. يعني الناس الكل هذايا بالفلوس تحاليل. ليلى محمد رسول الله عاودت كي طلبوا عليها العمليه عندها فتق وعندها كيست، قالوا لها باش نداووا الفتق لازم نداووا الكيست خاطر ينجم يتنقل لها لصدرها. خاطر امي موجوعه برشا. هذه المشكله هي؟ مش هذه المشكله. مالها شنو هي المشكله؟ قل المشكله سي علي. امي تعبه وعمتي بعد الوفاه بعد ما توفى بابا زدت ماتت مماتي بعد ام بابا. الله يرحم. دار بابا بعد ما مات خويا ناب عليه ربي بخدمه. قد يخدم غاديكا قال اي شديت في خدمه توا رسميه وشهريه فهمتني 450 نخرج ونكري.
هاي خرجتوا تكري؟ خرجنا كرينا. هاي خرجنا كرينا سي علي، توفى بابا في الخدمة الله يرحمه وينام. القهوه طيب مقتول في كف، شكون قتل؟ مانيش عارفين لحد الان. مشينا ما احنا يعرفوش التوا، وقفوا اربعه من الناس في نهار ما يعرفوش التوا شكون قتل. ايه وقفوا اربعه من الناس صايب كي تهبط مع بعضها اللطف. وقفوا اربعه وقت اللي بابا شد الخدمه فرحان، خاطرنا باش نخرج ونكري وكل معناها باش يولي عنده بيت هو وامي، باش يولي احنا عندنا بيت وباش نستاهل. القاوس القاتل تو من القاوس عليه القاتل. قداش ليها الحكايه؟ 14 افري افريل اللي تعدى. مازال مازال تو القهوه باش فهمتني. مشيت رجع انا وقت اللي معناها عدينا نهارتها في سبيطار بن عروس، كيف رجعت الصباح للمركز مركز كبارية قالوا لي رانا وقفنا اربع سنين تم معناها استجوابهم حتى اللي فيق بوك باش احنا نعرفوا شنو هي الحكايه بالضبط. بابا ما فيقش تعدى في التويل. انا بابا قعدت ثلاث ايام، نهار الرابع مشيت حكيت مع الطبيب اللي جاب باش يعمل العمليه لبابا على راسه. اش قال؟ قال لي راهو مضروب بإلا حاده مكسرين ليه الجمجمه. الجمجمه فما زوز كافيت سي علي، كاف اللي يخدم بحذاه بابا بحذا الباب الكبير، بابا كي يدخل كمان يحل لهم الباب والا خدامه. قال لي قالوا اللي في البحث اللي بابا معناها طاح في الكاف. بابا طاح القهوه في الكاف الاخر. هما زوز يا ما اقرب له الكاف اللي باش يطيح فيه البحذيه والا المغادره. هذه هي جريمه من اختصاص القضاء ومن اختصاص البحث. سالي ما لقيناهوش حقه. لا لا اخزر اي مش انا باش نقرا انا مانيش. ليه انا ما جيتكش لهنا توا باش كل شيء المشكله باش نعرف المشكلة جاي متقتل ولا شيء؟ ما عرفناش الحكاية خاطر ما عندناش فلوس باش نعملوا محامية باش نشوف. لا لا ما طبعاش تقول لي ما عندناش باش نعملوا محامية باش نعرفوا حق بابا. ما تعطيك إعانة عدلية فهمتني؟ احنا توا انا مشيت معناها نعالج على امي. عمتي هذايا معناها اللي ماهيش معرسه كانت كي هي معناها كانت تعيش هي وماماتي في البيت كي طاح السقف مشات معناها باتت في بيتنا احنا اللي كنا نعيشوا فيه. شنو المشكله بالضبط يا مولاي قول لي؟ عليك كي ماتت ماماتي عمتي تحب تبيع الدار. وهي دارها ولا؟ لا دار معناها وراثيه هي تتسمى. شكيت شي امي عليها وقتها تحسين ماسك قال اللي ما يصحوا الناس الكل سي علي. اي بيان سور فهمتي خاطر دار وراثيه. بابا كي معناها حب يقص النزاع وكل شيء قال امي مازالت حيه وانا نتبع في الورث. معناها انا نخرج ونكري ونبع عليا ربي والحمد لله. فهمتني؟ لله محمد رسول الله سي علي. عمتي كبشه تو في البيوح تحب تبدا تبني في دارها. هي. فهمتني هي الدار طايبه. انتوا ساكنين توا؟ احنا توا انا توا معرسه. اي خرجت بالدار؟ ليه لا انا معرسه في الدار. علي ليه ليه ماشي؟ وين معرسه فانا دار؟ انا توا كاريه. كاريه اي انت المشكله شنو هي بالضبط؟ المشكله انها مولات الدار اللي كان كاري عند كان كاري عندها بابا. أي. كي توفى بابا مولات الدار قتلها السماح فيه الشهر هذاك كي توفى راجلك وكل شيء. اي المشكله شنو هي؟ خرجت امي ما 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 من الدار قتلها. شكون خرجت؟ هذايا مولات الدار اللي كان كاري عندها بابا. مولات الدار اي قتلها السماح. دخل عمتك ماله في الدار؟ اي هي الدار معناها طايبه معناها باش تحب تبيعها. قالت لك هي الدار طايبه معناها لا نتاع السكنه لا حتى شيء. اي فهمتني؟ قالت لك نحب نبيع ولا حر ولا حرم الله ورث، هذا حق باها مانيش باش نجي انا نقولها لا. شنو الاشكال بالضبط؟ طالبه عمتي تحن شويه هي بخدمتها وان شاء الله ربي. معناها يسقطوا الامي باش تنجم المعتمديه تعاوننا في تحسين مسكن الامي. راهي امي تعبه. عمتي ناجيه. عمتك ناجيه. باهي انت اش تخدم سامح؟ احنا نلموا في الدبابس سي علي، نخدموا عايشين بهم، انا راجلي يعمل في زريقه في اليوم. 250 دينار. والدبابس قداش من دبوزه تلم في النهار؟ انا نلم انا واخواتي سي علي. قداش تلم؟ نلموا كل واحد وكيفاش تتيح في بيت وكل واحد وقداش الشكاره اللي حباها. مثلا 2000 5000 في النهار يطلع 8000 10000. نتلموا الناس الكل نحيوا حق الكران نتاعنا وعايشين معاها. وشكون الدبابس؟ نبيعوهم عند الراجل اللي يشري في الدبابس سي علي. قداش تصور في النهار؟ والله ما نحسبوهاش سي علي خاطر كل واحد. الدبابس منين تلقتهم؟ ما نتفرقوا. ما انا مثلا نمشي شرت سبيطار نعلم الدبابس اخو معناها اخواتي يمشيوا. كيفاش تلم عندك كريته تلم عليها؟ لا لا شكاير شكاير نحطوها على ظهرنا ونمشيو. اي قداش من واحد تخدم؟ انا عندي خويا مريض هذايا عمره 22 سنه. عندي خويا عمره 12 سنه. وخوك يلمد في الدبابس؟ اي عمره 12 سنه. اي عمره 12 سنه. جرنتكم في النهار كي تبيعوا كل قداش 20 30 هكاك سي علي 30 دينار. كل واحد وكيفاش. مستدعي اليوم؟ انا مستدعي يا عمتي.
انا ما عندي حتى شيء باش نبيعه باش نوصل نعاون امي. راهي هذه ابسط حاجه انا باش نوصل نعملها على خاطر امي. انا كنت كاريه انا وراجلي كراج. خواتك وين ساكنين؟ توا معايا. معاك مع راجلك وراجلك قابلهم؟ راجلي مسكين معناها قال لي ميساج خلينا اي متقلق ماهوش مرتاح. وامك وين؟ معانا انا اخت. قداش في الدار مع راجلك؟ توا ثلاثه اخواتك وخويا الصغير اربعه وعندها ولدها مطلقه خمس. اختي تعيش معانا خمس. اي وانت وراجلك سبعه. اي وولدي ثمانيه. عايشين في قداش من بيت؟ زوز بيوتك وجينا وتواليت ومندي. وشكون اللي يصرف؟ انا نلمو في الدبابز. انا راجلي مريض ما نجمش يخدم سي علي. انا عندي مرض زاد. انا عندي كعبوره في راسي لهنا سي علي. قال لي يلزمك. مشيت للطبيب سي علي خاطر كي نمشي ساعات ندوخ. اي مشيت عليه للطبيب. مشيت عليه للطبيب قال لي يلزم سكانير. قال لي هذاك ينجم يكون كيست. ما نجمتش نعمل السكانير. انا عندي زوما توا معناها بتاع الفقرات بتاع ساقية بعاد على بعضهم لازمتني نعدي عليها. ما عديتش. اللي في راسك ما زلت تدوخ لتوا؟ اي تصير لي الدوخه. انا ازماتيك. انا بدل لي الطبيب. انا كنت نستعمل في الزرقاء بدل لي الطبيب الحمراء اقوى ما شريتهاش بالفلوس. انا نعالج على امي توا ونجري على امي خاطر بقات لي كان هي نخزر لها ونخزر لربي. لا وانت يزبك تعالج. وعندي ولدي زاد مريض ازماتيك. ولدي وولد اختي ازماتيك بالفشاشه. انا حكم عليا طبيب سي علي طبيب سعدون نعمل لك الله يوصل في الدار. الدار منديه. اقسم لك بالله لو تشوفها يا سي علي اقسم بالله تقول هذوما عايشين لهنا كاني ماشي في تونس. مشيت نشكي انا على الاخطاء ومشيت نشري على المان. اش قالوا؟ في المعتمديه اش قالوا لنا؟ قالوا شكون قال لك احنا عندنا كفرتات ولا جريري باش نعاونوهم خاطر ما عندناش. تشوفها المواد الغذائية هذيك تشوفها باش يعاونوها بها زويبلة تشوفها بعينيك كاهو ما وصلتش غذيتها. أنا مشيت ولت البارح للمعتمد نحكي معاه على القاضية وكل شيء قلت له راهو قاعدين للشر. أنا توا مريضة معناها أزماتيك ما نجمش نخدم. اش قال؟ اش قال لي سي علي؟ قال لي أنت جايتين على حاجتين توا على أمك وعلى الواحد. قال لي بالنسبة لأمك لازم تخرج لجنة للدار. لجنة شكون باش تخرج؟ تخرج للدار طايبة معناها سي علي. إي تخرج لجنة مش مشكلة. والثاني؟ الزينة قلت له عاونا بمواد غذاء باش صرفني ويبعدني من وجهه سي علي. قال لي برا للبلاصه الفلانيه تضمنها تقي باش نبعث ورقه غاديكا بارفكس ويعطوك كردونه بتاع قاضيه. اي مشيت سي علي غاديكا قال لي ما بعث لنا حتى ورقه. قلت له كان انا نكذب القاضيه ماشي هذا الكل. هذا الكل انا نحب نجي. انا نحب نقول حاجه يا سي علي. المعتمديات ليش مجهولين؟ لشنو هو مجهولين؟ شكون؟ المعتمديات ليش مجهولين؟ شوف القاضي لشنو هو مجهولين؟ مش للفقراء مش للمستحقين. لا هو المعتمد بالمنطقه يشرف على المنطقه اداريا واجتماعيا على المنطقه اللي هو متكفل بها. الاعانات الدوله تخصص جزء من الاعانات للناس المحتاجين. وفما الجمعيات اللي تعاون وتساعد وتجيب قفه الماكله والغطاء والجرايه وكذا وكذا علي وكذا. سي علي انا ولدي الشهر الداخل يعمل عامين سي علي. نعمل له في ساشي كحله ونعمل له فيها شوالق انا ماهيش مستعره بها ومانيش مشين في بلاصه الكوش. اي خاطر كعبه الكوش بسبع عامين وانت ما تنجمش. ولدي في الليل انا يبدا لهنا نعاود نبدله ونغسله. مانيش جاي نحكي راني على الفقر. الفقر ما عمره ما كان عيب. لا لا احكي راهو الفقر ما عمره ما كان عيب. لا لا يولي انا عندي وحده تقول بنا سي علي. اسمعني اسمعني سي علي عندي وحده تقول بنا. الفقر يولي اهانه ومهين. اهانونا برشا سي علي. اهانونا برشا سي علي. وقت اللي تعمل شوليقه وتحط كواغط باش تعملوا كوش الولد خاطر هذاك يمرضوا. اي مريض انا ولدي سي علي. وقت اللي عندك كعبوره في راسك تنجم تكون حاجه خطيره وباش تمشي تعمل سكانات وما تلقاش باش تعمل سكانات. الفقر يولي مهين وقت اللي ولدك تراه باش يموت قدامك وما عندكش حكه حليب باش توكل. وقتها تولي يولي مهين. انا طبيبه التغذيه على ولدي عنده عمليه باش يعملها. قالت لي صبعه حديد عملت له فقر معناها تحليل على فقر الدم خاطر يلزم تحاليل يتعملوا قبل ما يرقد. قالت لي عنده صبعه. بعثتني بجواب لطبيبة التغذية في باب سعدون. قالوا لي توكلي ولدك الحوت باش توكلي ولدك كيويلي. ما نعرفش انا شنو لونه انا الكيويلي تحكي لي عليه. كيويلي توكل ولدك تفاح توكل ولدك الغلا. انا ولدي باهي برشا كي يرضع باكو حليب في النهار. انا ولدي ما ياكلليش الماكله المفروض ما ياكلش باكو الحليب. انا راجل يعمل في زريقه في اليوم. انا ازماتيك. انا عندي فشفاشه نتاعي هكا غادي. هنا يولي الفقر مهين سامحني. الكعبوره اللي راسك ويلي سامحني.
تراويني هي البارتي هذيا فرغت لي عامني ورا اها مش اها واش قال لك عملت راديو طلب عليها سكانير ساعه واش قال لك كي شافها انا البصه هذيا فرغت لي عامني واش قال لك كي شافها طبيب هذيا قال لي نجم يكون كيس قال لي لك ساري كيس باش نجمو قال لي نجمو باش نشقوا لك معناها ونشوفوا معناها ونعدوا لك لازم بطلب بسكانير ربي يا فريق الاعداد شوفوا اقرب حاجه ساعه اهم حاجه ساعه هزوها المصحة بالمصحة عنا مصحات يعملوا الخير من غير ما تذكر أساميهم حتى نبعث المصحة المصحات في وسط البلاد خليها تعمل سكانير ساعة هذه ولو يا راس المال هي ساعة أمي زاد أمي طالبين زاد عليها سكانير وميلي ذا ساعة سكانير على شنو؟ أمي طلبوا عليها سكانير باش يعرفوا معناها اش عندها بالضبط باهي نبداو بك أنت ومن بعد فهمتني مش أنا جيت على خاطر وأنا راني لا لا بيسالس لا لا جيت على خاطر حاجة واحدة يا سي علي مش عيب أمي تعبت برشا يا سي علي هذه أبسط حاجة نعملها على خاطر أنا نعرف برشا فاميليا توا قاعدة باش تتفرج في حلقتي باش تقول هانتنا ومشت تطلب لا 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 مش عيب راني في صحتك مش عيب لا لا ماكش تطلب ماكش تطلب برشا باش أنت محتاجة لازم الناس يعاونوك برشا سي علي باش ينفرونا وباش يسترخصونا يقول لك ماشي تطلب ماشي تطلب عمره ما كان الفقر عيبه ما هذا مرض انا جيت خاطر فر عليك الضغط وما تنجمش هذاك علاش جيت انا ما تنجمش السكانرات هذوما تنفر عملت ولدي انا قلت نوريك قداش من مره مأجلتها له مأجلتها له خاطر ما عنديش فلوس خاطر عامله التزام معناها عامله كالكمبيالات لازمك تخلص خلاص خاطر انا كي يرقد لي انا ولدي مو مرض من اللي ولدته من اللي يرقد في السبيطار ما تخلصش دونك كمبيال فهمتني؟ والكرن الابيض علاش ما خديتوش الكرن الابيض؟ قال لك لازم لجنه ما هماش سي علي ماهمش قاعدين يخدموا السجومي معناتها بديت السجومي لا انا ولا دارنا احنا في حاجه ليهم توا كيما اختي على الاقل توا رسول الله مواطن مزمر محتحت مدقدق ما فيه شيء تي تهبط له لجنه حتى يموت يعطيه كرن يموت يا بابا تمرا عندها كابوره هاي اللجنه لحظه اللجنه في راسها اللجنه عندها كابوره في راسها وانت تقول لي لجنه هي اللجنه جات تو قداش عندها باش تجي اللجنه؟ يعني واحد يتوفى حتى تجي اللجنه تعطيها كرن ابيض اخوي كرن ابيض من حق عنده بساعة عليه الاوراق نتاع التعزيه كل مواطن مزمر مريض ما عندوش فلوس فقير يستظهر بشدة فقر يا سي معتمد السجون يعطيها كرن ابيض نرفقوا بحالها مسكين لين تطلع لك كعبوره تولي لك كعبوره اخرى لين تمشي المراه واللجنه بعد تجي باش تعطيها كرن شنو هي الاجراءات المعقده هذه؟ انت مراه مريضه انا يا عمي والفروغت لي سي علي انت عائلة كاملة وما عندها سكانير وما عندها عطيها كرن ابيض على الاقل باش تعمل سكانير وتزمر الكيست الكيست قال له قالوا الامي انا هزتها على الفتق سي علي الكيست قالوا لها كبير يا بنت الفتق يجيب الهم ويجيب الامراض الكل والكيستات الكل وحاشاك نص خط الكل يجيب باي سيدي انا عندي كيست لا تاخذي يا سليمة تو مشات للطبيب تاخذي قال لها كل كيوي تو تسمع تو كل كيوي قال كل حوت تي كيلو قاروس ب 60 دينار تي كيلو دوراد اقل كيلو دوراد مربي ب 15 دينار تي كيلو البنان ب 5000 تي شنو؟ تي بشهرين بالناس بشهرين وما خلطتش على هذا خلي هيك تاكل كويتا وقت كويتا ولا افوكا ولا سوريس باش تاكلو سي علي انا عندي اخويا عمره 22 سنة مريض زاد بالكيست في كريجمو كيست كبير في كريجمو شنو حكاية الكيست في العائلة؟ سي علي ما نحكي لك معناها من وضع مزرعة على الاخر حصير وما عندهم اخطاء لا عندهم شوف انا شيء الوضع هذاك نقول لك حاجة مسخرة ويعمل المرض الخايب يا سي علي نعم باش نكون واضحة معاك شو يعمل المرض الخايب يعمل ما تسمى هكاك هذاك علاش احنا حالتنا تعيسة 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 بركة يجيب امراض ما هي امراض انا ماش انا كنت ازماتيك عندي 5 سنين تالي ازماتيك من بعد نحيتها كي رجعت اللم في الدبابز وواحد من الغبره بركه رجعت لي الحساسيه اقوى ومن دي انا الدار اللي كاريه فيها توسع على 250 انا باش نعطيك بحاجه السيد معتمد السجومي تو نكلمه مش باش يعمل تدخل لا لا هذا حقك في عوض الاجراءات الضبط تو نشوفوا لك سكانير انت وامك ساعه هذوك على حساب باش تعمل عليه عمل يشهر الداخل امي على الاقل الكرني الابيض تتحل شويه المشاكل واحد يداوي صحته وما نتصورش معتمد يرفض يقول وبمشيوا له المعتمد كلموه احكيوا معاه بكل لطف في عوض اللجنه باش تخرج بعد شهر يا خويا اعطيها كرن خلي تمشي تداوي كعبوره تمشي تو احنا نعملوا لها سكانير ما بعد مش ترسي في عمليه تو كلينيك يعطيه الصحه يقول لك سكانير ب 500 دينار هاني نعمل
لا وجعلك كلينيك عندنا كلينيكات اصحابنا تو من غير لا يقول لك لا ذكر لي اسمي ولا اشهار ولا حتى شيء يحبي بالخير اعملوا لها سكانير اخويا وامي سعلي وامي سعلي نحب انقذوا لي امي كاو ايوه انت يوم كنت يوم وبكرني بعد خليت قبل داوي بقيت العائله يا رسول الله خويا سعلي روشيرشي عمره 22 سنه خويا روشيرشي روشيرشي باش نعمل تعرف سعلي علاش روشيرشي؟ عم ناول امي سعلي داخت سامحني وزارة الشؤون لحظة وزارة الشؤون الاجتماعية تعطي الكارني الأبيض إيه ما بشرف السيد معتمد هو اللي يعني يبعث لجنة يعني بحركوا لنا الأمور بربي الوزارة ولا كذا خلينا نتصرفوا مشيت ساعة عليه مشيت للمواطن دا يعاون حاولت إنهم يعاونوها حاولت هكا حاولت هكا قلت له يا أشرف راهي الحكاية توقع وتوقع وتوقع أمي قلت له راهي تابعة على الآخر شو عمل ساعة عليه أنا حكيت معاها هكايا في بالي باش يخرج معناها ويحاول انهم يزيد يمشي معايا يجري معايا كما انا قاعده نسعى او قاعده نجري بالحلال نحب انا نعالج امي بالحلال من يمشي الساعه عليه هو بطبيعته خويا خويا هذا اشرف هو بطبيعته الساعه عليه معناها مريض كان ريحه في الراس زاد عمل زوز بركاجات ساعه عليه طور وشرشي عليه معليش بركاجات ساعه عليه باش يعمل العمليه لامي شوفوا لهنا مش عامل عملية الأمي يا سعالي لا هنا مانيش نحلو في عين وراه يا سعالي أنا نزلت عليه جوز خليني أفسر للناس شوف أنا ضد البركاجات مهما كان السبب ضد لا ما نجمش نجي أنا نحي حاجة تاع الإنسان ماهيش بتاعي والزز ما يشرعش للبركاجات حب ينقص أمي يا سعالي أما وقت اللي الفقر يهين العبد تهنا برشا ساعة مش يعمل بركاجات يقول يسرق ويضرب ويعمل ويعمل وماهوش تبرير وغلط ماهوش تبرير انا مع إيه لا في الخط لكن كي لقى ملقاش المعتمديات في معناها يعاونوا فينا ساعة يا بنتي زاد المعتمديات راهو مهمتهم زاد يا ساعة راك تشوف انت الشيء بعينيك في المعتمدية وما توصلش تاخذها اش معناها هذا تشوف كرني ابيض عند انسان لابسها عليه اش معناها يا ساعة وقت اللي زوالي معناها في حاجة لي لا الزوالي قبل لابس عليه اللي لابس عليه ما يستحقش كرني ساعة انا نعرف عباد لابس عليها عندهم الكرني الابيض وامي ما عنديش انا ما عنديش كرني الابيض مش مشكل خلي نعملوا سكانير اللي كنتي ولمك وبعد انا طالبه من اهل الخير يقفوا مع امي راهي بالرسمي تعبت بيسج. تعبت مني عرست بابا وهي مريزه ونحب كان فما طبة كان فما عباد تتفرج فيا تغزروا لا خاطر راهي تعبت نحب امي تفرح امي عامله ولا قالوا لا راه فهمتك من الجريح والثوره عندهم الحق في عمره امي فرحت قالت لي نتمنى اني نمشي لها نتمنى اني نبره نمشي بيت ربي فما شي ما ربي يغزر لي بعين الرحمه ونبره بالرسمي امي تعبت 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 سعلي عمرها ما عشت مرتاحه من اللي عرست وهي مريضه من اللي عرست اغزر احنا سته نقص منا واحد زاد كمل البابا امي من اللي عرست ما رضش نهار فرحه شوف منى بتزيدوا تتعرفوا على منى بالكدا بالكدا وتشوفوها قداش تعاني هي وقواتها كيفاش باش تحارب الفقر بالحلال تلمت في الدبابز باش ما تعملش الحرام وتعيش مستوره وبشرفك وقدرك وتصون عائلتك وتصون قدرك وتصون شرف عائلتك لما تدبابز خير من اللي تمسخ شرف عائلتك ها شكون مستدعي اليوم؟ مستدعي عمتي تحن علينا واضحه شو اسمها؟ ناجيه مدام ناجيه الليله تكون موجوده بحثنا في برنامج عندي ما نقول لك